شكرا لك. الطيب، كما تعلم القطاع العقاري في دولة الإمارات وأيضا في عدد من الدول ربما كان له ظروف خاصة خلال عام 2018، وكل الأبحاث والدراسات كانت تشير إلى ربما مرور هذا القطاع بفترة من التصحيح السعري وربما تخمة من المعروض. شركات العقارات والتطوير العقاري في الإمارات استطاعت أن تحتاط ربما لهذا التصور، وخاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو واستكمال مشاريعها القادمة. ماذا بشأن استراتيجية 2019 لشركة زماك العقارية؟ ما الذي تنظر له الشركة في مواجهة هذه التحديات؟ معنا السيد حسين السجواني ورئيس مجلس إدارة شركة زماك العقارية. أهلا ومرحبا بك معنا من زاوس. أهلا فيك، صباح الخير. بنتحدث 2018 كانت سنة يعني صعبة على كل القطاع العقاري، مش بس في الإمارات، في كل الدول اللي بيشبه مناخها الاستثمار في قطاع العقارات ما يحدث في الإمارات، تخمة في المعروض، الطلب ربما واجه عالميا نوع من التباطؤ نتيجة نمو اقتصادي متراجع. كيف مر عليكم 2018 بظروفه وهذه التحديات واستطعتم رغم ذلك استكمال نظرتكم في مشاريعكم المستقبلية؟ ما في شك 2018 من ذكرتي كانت سنة صعبة، لكن اللي يميز دمك أنه نحن السنة هذه 2019 حنسلم أول شيء 8000 وحدة. رقم اثنين، نحن اليوم أقوى شركة من ناحية الأمور المالية، الكاش عندنا أكثر من 6 مليار درهم في البنوك، الكولكشن عندنا قوي، حندفع السنة هذه أكثر من 1.5 مليار درهم من البونز ومن القروض السابقة، ووضعنا المالي جدا جدا قوي، وهذا الحمد لله بسبب السياسات اللي أخذناها في السابق، وأهم منها أهم سياسات أنه ما قبلنا نبيع على 5% مقدم، كنا نطلب من الزبون 25 و30%، وهذه أعطتنا مجموعة من الزبائن الجيدين اللي ما جايين مضاربين يدفع 5%، وبالتالي اليوم أهم شيء عندنا الكوليكشن قوي. نحن فقط الحين قبل شهر رسينا عقد مع أربتك ب 600 مليون درهم، هذا يعطيك فكرة عن قوة الشركة المالية. حنسلم 8000 وحدة السنة، حنسلم السنة الجاية 8000 وحدة، والحمد لله وضعنا المالي والتسليم والإدارة ماشيين. طبعا المبيعات حتكون عليها ضغط، الأرباح حيكون عليها ضغط، ونزلت الأرباح السنة الماضية ونزلت المبيعات، وهذا شيء طبيعي في السوق، لكن الحمد لله لما محتاطين له من أول وماخذين كل الإجراءات اللي تخلينا نقوى في السوق. يعني مع بداية 2018 بدأت البنوك المركزية وعلى رأسها البنك الإماراتي بالاقتداء بسياسة الفدرال الأمريكي، رفعت أسعار الفائدة وبالتالي تكلفة الاقتراض أصبحت أكثر على الأفراد، مع أنه هذا كان محفز، يعني السوق كانت في فترة تصحيح وشراء العقارات تراجعت أسعارها، بس كان في تحدي. هل وجدتم أنه فعلا هذا تسبب في تراجع هامش مبيعات معينة وأثر فعلا على مبيعاتكم في 2018؟ هل سيستمر هذا التحدي في العام الجديد؟ لا، أنا ما أعتقد موضوع الفائدة له تأثير كبير. الفائدة طلعت في حدود 1-1.25%، هذا ما أثر. اللي قاعد يأثر على السوق هو العرض الزايد صراحة، والعرض اللي قاعد يصير أوفر أول من جميع الشركات قاعد يأثر على السوق، وهذا العرض إذا تخف، والحين بيخف العرض أعتقد. طيب في مقابل أنكم شايفين السوق مستشرقين أنه حيكون في تخمة في المعروض، هل حتوقفوا بعض المشاريع أو تعلقوها إلى حين السوق تتطلب من جديد يعني تقديم هذه الوحدات؟ لأنه لا يعقل أنه تحطوا كل السيولة اللي عندكم وتقوموا ببناء وحدات عقارية جديدة والسوق بعده ضعيف، وممكن تبقى هذه المنازل قائمة ولا يعني يواجه أيضا طلب بالمقابل. هل في دراسة لهذا العام أنكم تعلقوا بعض المشاريع عندكم؟ أبدا، أي مشروع أطلقناه وبعنا منه ولو 10% مستمرين فيه وحنكمله وحنسلم زبائن المشاريع، وعندنا إنف كاش بالشركة حتى لو ما بعنا ولا درهم من بكرة نكمل كل مشاريعنا. إنما نحن عملنا في 2018 خففنا عدد المشاريع الجديدة تقريبا إلى أقل من النص، و2019 نفس الشيء حنخفف بعد، فما حنطلق مشاريع جديدة كثيرة إلا عدد محدود يمكن 3-4 مشاريع، لكن اللي أطلقناها بنكملها 100. وبدلال المشروع اللي رسينا لأربتك نحن أطلقناه السنة الماضية في سنة 2018، ورسينا العقد ماله على طول في سنة 2018. سيد حسين، يعني في دافوس أول عام يمكن من 4 سنوات كنت سعيد جدا أنك تحدث أنكم دماك أصبحت اليوم تقدم وحدات سكنية على شكل الفيلل،
وتخطيتوا وعملتوا مشاريع ضخمة جدا في هذا الموضوع، مجمعات كبيرة جدا وتتسم بميزة السكن الفاخر. هل الخطوة القادمة حتكون تصغير هذه الوحدات علشان تنباع أسرع؟ هل طبيعة دبي تتطلب أنكم تعيدوا النظر في طبيعة نوعية الوحدات المعروضة، بحيث نعم تستمروا في منهجيتكم ولكن أيضا تخططوا لبيع منازل في متناول اليد وخاصة تتلائم مع الظروف الاقتصادية القادمة؟ نحن أول ناس جبنا فيلا بمليون درهم، وهي كانت بالواقع فكرة جيدة والسوق استساغها وقدرنا نبيع منها كميات كبيرة وما زلنا قاعدين نبيع فيها. فنحن أخذنا هالإجراء في 2017 و2018، فطبعا اللي بايعينه ما نقدر نغير الأحجام، إنما المشاريع الجديدة اللي طرحناها إذا كانت فيلل صغرنا أحجامها، وحتى الشقق اللي بعناها في البزنس بي صغرنا أحجامها، بس ما صغرناها لحد كبير، صغرنا حد معقول حتى تكون تقدر واحد يسكن فيها ليفابول. طيب خلينا نتكلم الآن عن استراتيجية دولة الإمارات لجذب الاستثمارات الأجنبية، تمنح إقامات سواء كان للعامل أو حتى للي بيقترب عمره من سن التقاعد، فقط يكفي أن يشتري أصل عقاري بقيمة مليونين درهم. هل وجدتم أنه هذا الإجراء فعلا يعني ساهم في دخول ربما جنسيات أجنبية لشراء وحدات عقارية تتمثل بهذه القيمة للتملك، وفعلا وجدتم منهم راغبين في يعني في الحصول على هذه الميزة التي تقدمها حكومة الإمارات؟ شوفي، دبي عندها ميزات كثيرة، انفراستراكشر، مطار متقدم، فنادق، بحر، لكن أهم ما يميز دبي هي القيادة، وبقيادة صاحب الشيخ محمد واعي ومنتبه 24 ساعة، مثل ما يقول الأمريكان 24/7. فأول ما شافوا السوق شوية في 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 نزول طلعوا بأفكار ومبادرات، وهذه المبادرات ما في شك أنها قاعدة تساعد في تطوير السوق. وبالفعل عندنا قيادة وعندنا فيجن في البلد، الحمد لله، يعني مثل ما يقولوا الإنجليز second to none. طب خلينا نرجع لدافوس، يعني قبل ما ندخل في دافوس بدأنا نسمع عن وفود رسمية ما راح تشارك، الوفد الأمريكي، الرئيس الأمريكي، بعض العناصر من الحكومات العالمية، وتوقعنا أنه نشوف الصالات يمكن فاضي، لكن صدقا يعني الاكتظاظ أكثر من كل عام، نسبة المشاركة من القطاع الخاص والشركات تأتي بكثافة نوعية لم يسبق لها يعني مثيل، وحتى نسبة التمثيل الحكومي اللي الدول لم يسبق لها أن شاركت في دافوس. شو رأيك في دافوس هذا؟ ما في شك هذا منتدى عالمي، وفي الواقع اللي يميزه أنه فريد من نوعه، وفي منطقة معنها جبلية وفيها ثلوج والجو مزعج، لكن الناس تجي لأن التجمع، تدري هذا انبنى على مدى 40 سنة، وقدروا يجمعون هالمجموعة من الناس والديسكشن بوينتس اللي عندهم جميلة، وفي الواقع منتدى جميل. يعني أنا بشكرك لوقتك، وأيضا بتمنى لك إقامة طيبة في دافوس، وتستطيع أيضا من خلال متابعة الجلسات ومواضيع الجديدة أن ربما نتابع منزل ذكي تقدمه دامك، وتستفيد من تقنية إنترنت الأشياء، وبالتالي نستطيع أن نتحكم في كل ما يكون في المنزل بهذه التكنولوجيا الجديدة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا. إذن مشاهدين، عودة لكم من جديد، هذا فيما يتعلق باستراتيجية ومستقبل التفكير في الاستثمار بالنسبة لشركة داماك العقارية. أذكر من جديد الشركة طبعا مرت بظروف كبقية الشركات في 2018، لم يمكن رئيس مجلس الإدارة بأنه نعم تراجعت الأرباح، ولكنه لم يضطر إلى إيقاف مشاريعه، وحتى فيما يتعلق بشراكات جديدة مع أرابتك على الرغم من ظروف 2018. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الجانب من التغطية، عودة لكم من جديد.